اهلا بكم احبائي المشاهدين من جديد في حلقه جديده من برنامج عصر الاباء يتكلم. موضوعنا النهارده موضوع مهم جدا، يمكن تناولوه كتير من الخدام وكتير من الوعاظ، لكن النهارده هنتناوله بشكل مهم، لانه كلمه دايما بتتقال في الترانيم برضو، زي ما بنقول، زي ما اتكلمنا في حلقه ماضيه قبل كده عن النعمه، انه كلمه النعمه كلمة دارجة جدا، لكن ترى احنا فاهمينها بالمفهوم العميق زي ما كان فاهمينه أباء الكنيسة، زي ما كان بتعيشه الكنيسة الأولى بحق. المفهوم النهاردة الحضور الإلهي. ما هو معنى الحضور الإلهي؟ إيه كلمة الحضور؟ ما نيجي من كلمة الحضور، حضور معناه إنه موجود، صح؟ ولما بنتكلم عن الحضور الإلهي ببساطة شديدة يعني ربنا موجود. يعني لما أقول ربنا موجود أنا بقصد ببساطة جديدة هو حضور ربنا. لكن الحقيقة أنه ارتبط حضور ربنا بشكل معين من الفرائض والطقوس، ارتبط حضور ربنا بالكنيسة، ارتبط حضور ربنا بفترة ملهبة يعني أو نارية بين التسبيح والترنيم، ارتبط حضور ربنا بوجود معجزة من المعجزات. الحقيقة يا جماعة دي كلها لمسات، دي كلها لمسات إلهية، دي كلها تجليات من بعض الأمور الروحانية. ده أمر رائع، لكن الحضور الإلهي له صفة الدوام. يعني ما بتكلم عن الحضور الإلهي أنا ما بتكلمش عن لمسات وإعلانات زي ما كان بيقول مرن. حلو إن احنا ناخد لمسات وإعلانات، رائع جدا، حلو إن احنا نشوف معجزات، حلو إن احنا، لكن الحضور الإلهي كلفظ هو معناه سكنة الله على الدوام. والفرق بقى عشان أبقى أمين معاكم بين الحضور الإلهي وعدمه هو السلام الحقيقي. لما يبقى ربنا موجود في الحياة، لما يبقى ربنا موجود في حياتك تبقى مليان بالسلام، لكن لو انت مليان بالقلق والاضطراب تعرف على طول ان في حاجة غلط مش معقولة. حضور الله الدائم مرتبط بالسلام وسط الألم، وسط المرض، وسط الضعف الإنساني المحدود، وسط الظروف الصعبة، وسط الكوارث الكونية، وسط الحروب، وسط الاضطهادات، مليان سلام. بولس وسيلة كانوا يصليان في السجن وكانوا يرنمان وكانوا فرحانين، وكان وضعهم كانوا في المقصلة. المقصلة الرومانية معناه ان كانت رجليهم مرفوعة، ويمكن كانوا قبليها مجلودين جلد رهيب جدا، يعني كان في نزيف في جسمهم بشكل ما، لكن مع ذلك كانوا يرنمان بفرح. ومن السجن كتب اعظم رسائل عن الفرح. ليه يا جماعة؟ لأن الحضور الإلهي الدائم. عارف أنت لما تيجي تبقى ساكن بتدفع إيجار شهري، أنت في الوقت ده أنت شخص يعني واخد ليس تدفع إيجار كل شهر، لكن في أي وقت ممكن يبقى فيه شروط التعاقد يقول لك لا مش عايزينك تاني، او انت تروح تسكن في مكان تاني. لكن لما تكون شاري انت البيت، يبقى انت البيت ده ايه؟ شاريه، انت دافع فيه، دافع ثمنه او بتدفع في ثمنه. في عبرانيين 13 آية جميلة جدا بتقول ايه؟ اذكروا دائما مرشديكم الذين علموكم كلام الله، تأملوا سيرتهم حتى النهاية واقتدوا بإيمانهم. ليه تقتدوا بإيمانهم؟ لأنه يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. فلا تنخدعوا وتتبعوا تلك التعاليم الغريبة المتنوعة، فمن الأفضل أن يثبت القلب بالنعمة لا بنظم الأطعمة التي لم تنفع المتقيدين بها. أما نحن فلنا مذبح لا يحق للكهنة الذين يقومون بخدمة الخيمة الأرضية أن يأكلوا منه. فقد كان رئيس الكهنة وبدأ يتكلم عن فكرة الكهنوت والذبائح الروحية. ممكن تكون في حياتك في سنوات من عدم السلام، وممكن تكون في سنوات من السلام والفرح، وممكن يكون في حادث فقدان شخص غالي عليك جدا انتقل من أعضاء الأسرة، أو ممكن تكون حالة طلاق وخسرت أولادك أو خسرت حياتك الأسرية المستقرة، أو ممكن يكون حادث سبب عاهة مستديمة، أو ممكن يكون حد من أصدقائك المقربين جدا جدا طعنك طعنة شرسة جدا
وانت مش قادر تطلع منها لحد دلوقتي وعايش في اكتئاب وعايش في قلق. او ممكن يكون في مشكلة كبيرة جدا حصلت لحد قريب منك سببت ليك عدم سلام. لكن يا ترى هذه الامور كلها بترى فيها حضور الله يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد؟ عبرانيين 13 وعدد 8، هو امس واليوم والى الابد. الحضور الالهي هو وجود الله في حياتك بشكل دائم بملء الفم واللسان والقلب. عشان كده هو يقول لا اتركك ولا اتخلى عنك ابدا. ويكمن هذا السر العظيم، هو سر الرسوخ، سر الثبات، سر الحضور الالهي في صفات الله التي لا تتغير. خدوا بالكم من النقطه دي، الله لا يمكن ان يتغير او يعتريه ظل دوران، فحضوره دائم ثابت. لكن مين اللي بيتغير؟ انا الانسان. فالانسان هو الذي يتغير، الانسان هو اللي متقلب. لكن الرسوخ والثبات في الصفات الالهيه، صفات الله لا تتناقض مع نفسها يا جماعه. خدوا بالكم من العدل والرحمه، البر والسلام، الصفات الالهيه صفات ثابته راسخه لا تتغير. لكن الخطوره في انا اللي بتغير، ظروفي بتتغير، حياتي بتنقلب راسا على عقب، الموازين في حياتي مش مستقر، انا ممكن ابقى مش مستقر. عشان كده ينبغي ان احنا نقف عند الايه دي بشكل محدد جدا. يا ترى، اسال نفسك النهارده كده وانت بتسمعني، يا ترى يسوع في حياتي هو 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 امس واليوم والى الابد؟ يا ترى خط الثبات والسلام رغم الاضطرابات الحادثه فعليا، انا مش بتكلم عن حضور الله وسط السلام فقط، لكن انا بتكلم عن سكنة يسوع في العاصفه، في السفينه، داخل السفينه، في وسط العاصفه. ظن التلاميذ لوهله ان يسوع نائم فايقظوه في وقت سبيل، قال لهم يعني، لكن لما قام يسوع من النوم وبخهم قال لهم يا قليل الايمان الى متى احتملكم، اسكت الرياح واوقف العاصفه وقال للرياح وقال للامواج اهدئي، فصار بعد العاصفه سكون. الخطوره مش انه يسوع المسيح يجي بس يعمل هذا الاكشن وترجع حياتك مره تانيه عواصف، فتفقد ثقتك وايمانك وتفقد قدرتك على الثبات وتفقد سلامك وتعيش حياة فيها مرار. لا، الأمر اللي أنا عايز أشجعك عليه النهاردة إن في وسط العواصف تعرف أن يسوع في السفينة. يمكن ما وقفش العاصفة، يمكن ما انتهاش الألم، لكنه أمس واليوم وإلى الأبد. ثقتك الداخلية في أن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو ده مصدر الأمان ومصدر السلام الحقيقي. ثقتك الحقيقية في أن يسوع هو الأساس، فاونديشن، هو الأساس اللي بيتبني عليه كل شيء في حياتك، هو ده الأساس، هو ده مصدر الثبات، هو ده اللي بيدي الطمان. وسط الزلازل تجد أساس ثابت يقف راسخا أمام الزلازل، وسط العواصف تجد أساس صخري ثابت هو حجر الزاوية. هو اللي قال عن نفسه كده، أنا هو حجر الزاوية. عشان كده أنا بشجعك النهاردة أنه إن كنت بتمر بأي ظرف من اللي احنا قلنا عنهم دول، ظرف في علاقاتك، ظرف في حياتك المالية، ظرف في حياتك الأسرية، ظرف حتى في نفسياتك، حتى لو أنت متألم، حتى لو أنت بتعاني من أي مرض نفسي بأي شكل من الأشكال، بشجعك النهاردة أنك أنت تلجأ إلى المسيح بالثبات، تخليه هو مصدر الأمان الوحيد في حياتك اللي بتعتمد عليه، ولن تفشل أبدا. إذا جعلت يسوع المسيح هو المصدر الأساسي للأمان، مصدر، أنت ممكن تخلي أمانك في الفلوس هتضيع الفلوس، أنت ممكن تخلي أمانك في الزوجة تروح الزوجة، أنت ممكن تخلي أمانك في الولاد الولاد سابوك، أنت ممكن تخلي أمانك في البلد اللي أنت ساكن فيها، خلاص احنا هاجرنا وجينا بلد فيها أمان، تحصل عاصفة
تحصل زلزال، يحصل طوفان، يحصل حريقة، يضيع كل شيء. ممكن تخلي أمانك في البيت اللي انت اشتريته تفقده، الإيكونومي يضعف، تروح الدنيا خالص، تفقد وظيفتك. الأمان الوحيد هو في شخص المسيح، هو في مرساة أمانك، هو في المينا، هو في الثابت، لأن هو قال عن نفسه كده، أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير، هو ثابت. فلتجعل أمانك في الثابت ولا تجعل أمانك في المؤقت، تجعل أمانك في الراسخ ولا تجعل أمانك في الأمور اللي ممكن في أي لحظة تفقدها، لأنها زائلة، لأنها طبيعتها من طبيعة زوال هذا الكون، فالكون سيزول، لكن كلمة الله لا يمكن أن تزول. فهو قال عن نفسه أنا هو الباب، أنا هو الراعي الصالح، قال كده، أنا هو الكائن والذي كان والذي يكون، هو الثابت، هو الله. حاجة تانية من الاختبارات الرائعة جدا في مزمور 42 وخمسة وعدد خمسة وعدد ستة، يقول كان مزمور من مزامير بني قورح، يقول يقولون لي، الناس بتقول لي، صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا، إذ قيل لي أين إلهك؟ ناس بتعيرك، هو إلهك حاضر في حياتك؟ حين أتأمل في نفسي تعاودني هذه الذكرى، كيف كنت أرافق حشود العابدين المحتفلين بالعيد وأفودهم في الحضور إلى بيت الله هاتفا معهم فرحا وحمدا، لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ لماذا أنت مكتئبة يا نفسي؟ ولماذا أنت قلقة في داخلي؟ ترج الله فإني سأظل أحمده لأنه عوني وإلهي، إلهي إن نفسي مكتئبة فيا، لذلك أذكرك من وادي الأردن ومن جبال حرمون، ويتكلم بعد ذلك عن هذه الأفكار. لكن الألم لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ من حياتنا، عشان كده الاكتئاب، المرض، الضعف، جزء لا يتجزأ من الحياة الإنسانية. فإن كنت بتمر بمراحل فيها ضعف، ده مش معناه نهاية الدنيا. أنا عايز النهاردة أشجع كل قلب ضعيف بيشاهدني، كل قلب مكتئب، كل قلب قلق، كل قلب بيعاني، كل قلب من انهيار معين، أنا ما أعرفش يمكن إيه الانهيار اللي أنت بتعاني منه دلوقتي، ولا أقدر أحس بيك، لأن أنا يمكن بنتكلم على شاشات التلفزيون لكن مش بنقدر نوصل إلى مشاعرك، لكن أقدر بكلمة ربنا النهاردة أطمنك وأقول لك رسالة تشجيع تصل إلى قلبك مباشرة في ضيقك، في غمك، في اكتئابك، في حزنك، إن يسوع المسيح قادر على أن يخلصك من هذه الأزمة. ثقتك وثباتك وعدم تغيرك يجعله أكثر ثباتا في حياتك. عشان كده ما تخليش الناس تعيرك ويقولوا لك أين إلهك، لكن قول لهم إلهي حي، إلهي حي، واشهد بحياته في حياتي، واشهد بأنه موجود وحاضر، فحضوره هو الأساس. حينما يكون حضور الله دائم في حياتك، هنا ده الأساس. أحبائي المشاهدين، لا تجعلوا حضور الله مجرد احتفاليات، مجرد حفلة، طارت هنعمل حفلة، هنروح الكنيسة هنعمل حفلة، هنستمتع شوية بحضور ربنا، نرجع الكنيسة نتخانق مع بعضينا وصوتنا يعلى، ويمكن نمسك في خناق بعض بشكل قاسي جدا، وممكن نهين بعض. فين حضور ربنا؟ فين حضور ربنا؟ تعالوا يمكن نروح خدمة رائعة جدا، نعمل خدمة في يعني outreach، نروح أماكن ونخدم ونرجع، وبعد الخدمة يمسكوا الخدام في بعض ويتخانقوا مع بعض. فين حضور ربنا؟ حضور ربنا مش في الاحتفال، حضور ربنا في مخدعك، حينما تدخل إلى باب غرفتك وتغلق باب غرفتك وتدخل غرفتك وتصلي في الخفاء بينك وبين الله، لا يستطيع إنسان أن يراك. فحضور الله سمة أساسية من سمات حياتك، فيها ثبات، فيها رسوخ،
حضور الله مش على شاشات التلفزيون، حضور الله مش في الاحتفاليات، حضور الله مش في التسبيح والهتاف فقط. يمكن أنا لا أنكر أنها لمسات وإعلانات من حضور الإله، لكن حضور الله عميق جدا جدا جدا، لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد. حضور ربنا قائم. إدراكك للحضور الإلهي خليك عايش في درجة الثبات والحضور الإلهي، لكن عدم إدراكك وإنك تتلهي بمشغوليات الدنيا ومشغوليات الحياة يخليك غير قادر على أن تدرك الحضور الإلهي. وهي دي الخطورة، ده مكمن الخطورة في حياة المؤمنين. يا مؤمنين يا شعب الرب في كل مكان، من تشاهدون هذا البرنامج وهذه الحلقة بالذات عن الحضور الإلهي، أشجعكم أن أنتوا تستلهموا الحضور الإلهي في حياتكم 24 ساعة 7 أيام، كل يوم كل دقيقة كل لحظة. تقول له أنت موجود، اسأل نفسك أنت موجود يا رب ولا مش موجود. أنا حي، أنا موجود، أنا حاضر، أنا ثابت في حياتك، أنا قادر إيل شداي إله القدر، أنا الشافي، أنا أغفر خطيتك. الله موجود. تيجي تقول أنا يعني غلطت غلطة صعبة جدا وخطيتي صعبة جدا وحضور ربنا راح من حياتي، ممكن يكون الوقت، لكن بوجودك في الدخول إلى القدس الأقداس بتوبة حقيقية وبغفران وبدموع، الرب بيرجع مرة تانية، يعود يرحمنا، ينسى أسامنا ويعود لا يذكرها فيما بعد، يطرحها في بحر النسيان. إلهنا إله أبو الرأفة، أبو الحنان، رؤوف، يتحنن عليك. عشان كده ما تحسش أن حضور ربنا شيء بعيد، لا، حضور ربنا هو موجود جواك، حي بيك، حي فيك. أنفاسك هل هي تعبر عن أنفاس الحضور الإلهي، ولا أنفاسك بتعبر عن ذاتيتك وأنانيتك وحقدك وحسدك للآخرين؟ كلماتك، نظراتك، أفكار قلبك الداخلية، مش أفكارك اللي بتتكلم بيها قدام الناس واللي الناس ممكن تكون شايفاها كلام جميل. صدقك أهم شيء، لأن صدقك هو ما يعبر عن الحضور الإلهي. فالحضور الإلهي مش كلمة جميلة نتغنى بيها ونترنم بيها في ترانمنا ونقول فين ونشتاقنا إلى الحضور الإلهي. الأمر يحتاج مننا اجتهاد يومي، مش اجتهاد احتفالي. احنا بنحتفل اسبوع بعد اسبوع او نهضة او مؤتمر او احنا خلينا الحضور الالهي قاصر على الاحتفاليات يا جماعة، وده خطر يا كنيسة المسيح، ده خطر شديد جدا على حياتنا. حينما يرى الناس فينا الحضور الالهي اليومي، اليومي الناس يروا فينا الحضور الالهي اليومي، فيستطيعوا ان يدركوا ان يسوع موجود فيك، موجود في حياتك، موجود في نظراتك، موجود في كلامك، موجود وانت بتاكل، موجود وانت بتشرب، موجود وانت بتتعامل مع اولادك، موجود وانت بتتعامل مع الناس اللي بره في شغلك. اليومي اليومي الناس تتلامس معك فترى حضور الله في حياتك، هو امس واليوم والى الابد. الناس تتلامس معك فلا يقولون اين الهك، لكن يقولوا ايه ده، الهه حي. شجعك ان كنت النهارده بتشاهد حلقه الحضور الالهي انك تصلي من اجل الحضور الالهي في حياتك اليومية. شجعك النهاردة ان انت تاخد خطوة ايجابية تجاه حياتك الروحية، وتطلب باشتياق وبرغبة قلبية، وان كانت دي صلاتك القلبية، تعالى صلي معايا النهاردة الصلاة اللي انا هصليها ديت، واطلب من قلبك حضور يملى يغمر حياتك. ابويا السماوي، بشكرك يا رب من أجل حياتك فينا، وبشكرك من أجل أنك لا يمكن أن تترك نفسك بلا شاهد. بصلي يا رب من كل قلبي النهاردة من أجل شعب الرب في كل مكان، أن نستنهض الهمم، وأن نقف بثبات وبرسوخ، ونقول أنت حي فينا يا رب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، ولن نتركك إن لم تباركنا، لكي يكون حضورك حضور دائم في حياتنا، فتغير يا رب مسار حياتنا من الضعف إلى القوة، وتغير يا رب أفكار قلوبنا من النجاسة إلى الطهارة والنقاء، وتجعلنا أبناء العلي نستطيع أن نشهد عنك
أمام كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. لكل المجد آمين. أشكركم أحبائي المشاهدين من أجل متابعتكم لحلقة النهاردة، ولأجل أنه موضوع الحضور الإلهي موضوع مهم جدا، يحتاج مننا مش بس حلقة لكن حلقات كتيرة جدا نتكلم فيه عن الثبات والرسوخ في الحضور الإلهي والاشتياق للحضور الإلهي وقدرتك على أنك تستلهم الحضور الإلهي في حياتك. ده أمر رائع جدا، ما يكونش حضور احتفالي، ما يكونش حضور مزيف، ما يكونش حضور بس قائم على المشاعر، لكن يكون حضور حقيقي من الله في حياتك. يا جماعة يعني بحذر تحذير شديد جدا، احنا بنهين، انا بقول بأمانة شديدة جدا، بنهين الحضور الإلهي باحتفالاتنا المزيفة، بنهين الحضور الإلهي ب يعني ان احنا نبقى كده مجرد ناس بنمثل بنلبس أقنعة فيها زيف، وده أمر صعب جدا على الرب إنه يشوف شعبه. عشان كده قال أنا لا أريد رحمة لا ذبيحة، أنتوا عمالين تقدموا ذبايح، عمالين تعملوا، لكن أنا عايز وجودي في حياتكم، أنا عايز قلبكم النقي، أنا عايز ثباتكم، أنا عايز قدرتكم على الثبات أمامي في وسط الألم وسط العواصف. الحضور الإلهي مش في وسط الرخاء، مش في وسط الغنى، مش في وسط الصحة، مش في وسط الأمور اللي يعني فيها رحرحة، لكن الحضور الإلهي في وسط المتاعب، في وسط المشاغل، في وسط الألام، في وسط الصعوبات، في وسط الشغل، في وسط كل حاجة شكلها ملخبط، لكن حضور ربنا راسخ وثابت رغم اللخبطة اللي بتحيط بيك. أمين؟ أمين. أراكم في حلقة قادمة بمشيئة القدير في برنامج عصر الآباء يتكلم. سلام المسيح معكم.